مرحبا، حكينا لكم من قبل عن آشوريين سوريا، واليوم رح نحكي لكم عن مناسبة من مناسبات الآشوريين وهي أكيتو يلي بيحتفلوا فيه الآشوريين بهي الأيام. الأكيتو هو عيد رأس السنة الآشورية واللي بيصادف 1 نيسان من كل سنة، واعتمدوا هذا اليوم ليكون عيد رأس السنة لأنه بيتمثل فيه تجديد دورة الحياة بالطبيعة من خلال الاعتدال الربيعي. مشان هيك تم اعتماد هذا اليوم المميز فلكياً أول أيام السنة الجديدة بحضارة عرفت قيمة الاتصال بالطبيعة وضرورة ضبط الوقت على أساس مواسم الزراعة. ومن الناحية اللغوية معنى أكيتو هو موعد بذر وحصاد الشعير، وأول عيد للأكيتو بالتاريخ بلش على شكل عيد للحصاد الزراعي يلي كان يصير مرتين بالسنة، الأول بشهر نيسانو يلي بيجي بين شهرين آدار ونيسان، والثاني بتسريتو يلي بيجي بين شهري أيلول وتشرين الأول. ومع الوقت تطور العيد من احتفال زراعي نص سنوي لعيد وطني سنوي للسنة الجديدة، وكانت الاحتفالات بمهرجان الاعتدال الربيعي كبيرة كتير لدرجة انها انتشرت بكل انحاء بلاد ما بين النهرين بهداك الوقت. وكان لكل مدينة احتفالاتها المعتمدة بحسب شعائر الآلهة الرئيسية يلي بتعبدها. وعيد أكيتو هو أقدم عيد مسجل بالتاريخ، وبنص الألف الثالث قبل الميلاد كان هذا الاحتفال يصير بمدينة أورو لإله القمر السومري نانا، وارتبط هذا الحدث بالخصوبة، مشان هيك كانت هي الفترة تعتبر أفضل فرصة لإقامة شعائر الزواج المقدس، وهي عادة لساتها موجودة عند كتير من الآشوريين. أما عند البابليين فكانت مرتبطة بمناسبة دينية مهمة وهي انتصار الإله مردوخ يلي كانوا بيعتقدوا إنه هو اللي خلق الحياة والطبيعة على الآلهة تيامات، وكانت الاحتفالات تستمر 12 يوم، أول 4 أيام منها تكون مخصصة للطقوس الدينية وتقديم الصلوات والقرابين وقراءة قصة الخلق البابلية، وباقي الأيام كانت تتضمن مظاهر اجتماعية وسياسية. واليوم بيحتفلوا الآشوريين بكل أطياف بهذا العيد القومي يلي بيستمر 12 يوم، وبيكون الاحتفال برقصات ومسيرات بالمناطق يلي بيتركزوا فيها الآشوريين بسوريا والعراق وتركيا وإيران، مثل دهوك والقامشلي ونينوى وطور عابدين. وحتى انتقلت الاحتفالات لبلاد المهجر يلي هاجروا إلها الآشوريين مثل السويد وأمريكا. بقى وين ما كنتوا كل عام وانتوا بألف خير.